الصفراء وتنقسم إلى نوعين، الصفراء الفسيولوجية والصفراء المرضية. أما الصفراء الفسيولوجية فهي لا تعد مرضاً، إنما هي حالة تظهر عادة في اليوم الثاني أو الثالث بعد الولادة، حيث يحتوي دم الطفل على نسبة كبيرة من البليروبين. والبليروبين مادة تتكون نتيجة تكسير خلايا الدم الحمراء، وسبب ذلك أن كبد الطفل المولود حديثا لا يكون قد نضج تماما، وكثيرا ما لا يستطيع التعامل مع البليروبين بسرعة. أما الصفراء المرضية فهي نادرة وهي أخطر كثيرا من الصفراء الفسيولوجية، حيث ترتفع نسبة البليروبين بشكل خطير، وقد يؤدي ذلك إلى تلف في المخ وصمم أو شلل مخي أو مشاكل في النمو. ومن أعراض الصفراء عند الأطفال حديثي الولادة اصفرار لون الجلد، حيث يبدأ الاصفرار من الرأس حتى يصل إلى القدمين. يظهر الاصفرار بشكل أكثر في بياض العين وتحت الأظافر. عدم رغبة الطفل في الأكل، بالإضافة إلى انخفاض مستوى نشاط الطفل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يخصنا موضوع مهم جدا هنتعرض ليه النهاردة، وهو جراحات التي تخص التجميل وعلاقة القلب بها. يشرفنا حضور الأستاذ الدكتور أشرف بسيوني، استشاري جراحة القلب والصدر، والدكتور أستاذ الدكتور طارق مصطفى عبد المجيد، استشاري الجراحة العامة والتجميل. في بداية الحديث هوجه السؤال للدكتور أشرف بسيوني. أنا عايز الناس دون أي حد دلوقتي في مصر في الأوقات الصعبة اللي احنا فيها دي دايما يحط إيده على صدره ويقول قلبي. فهطلب من الدكتور أشرف يبسط إيه هو القلب وإيه هي الأمراض اللي تخلي الواحد يجرع الدكتور. تمام. هو زي ما حضرتك قلت، وجع الصدر ده ممكن اول شيء يفكر فيه المريض انه حاجه من القلب. هو الحقيقه مظبوط انه يفكر دي اول حاجه، لانه المفروض انه يعني يسعى لانه اثبات عدم ان الالم دوت مش من القلب، خطوره الموقف يعني. لانه يحدد خطوره الموقف. الالم ده ممكن يكون من المراره مثلا، ممكن يكون من المعده، ممكن يكون من يعني العضلات نفسها بتاعه الصدر. لكن الام القلب بتبقى ليها يعني مواصفات معينه. اولا يعني بتيجي ممكن في وسط الصدر، ممكن تسمع في الكتف الشمال، في الذراع الشمال، ممكن تيجي بخنقه في الرقبه، غالبا بتبقى مصاحبه بعد مجهود، بعد اكله كبيره. بتيجي برضو في الناس اللي هم عندهم زي ما بنقول ريسك فاكتور، او عامل يعني بتساعد على يعني خطورته، يعني وجود مرض ضيق شرايين التاجيه، زي المدخنين طبعا، الناس اللي عندهم سكر وضغط عالي، الناس اللي عندهم دهون عاليه في الدم، الناس اللي شغلهم دايما في ستريس. دول سمنه ليها علاقه بالموضوع ده؟ سمنه طبعا. طبعا من الحاجات اللي فيعني اذا واحد زي ما حضرتك بتقول جاله الم في صدره، المفروض يتوجه لاقرب مستشفى او لاقرب دكتور، ويعمل رسم قلب ويشوف الالم دوت فعلا نتيجه القلب ولا لا، عشان يتاكد يعني كده. طيب حضرتك ذكرنا من ضمن الريسك فاكتور اللي هي الحاجات بيتعرض لها المريض، قلنا السمنه. طيب احنا هنحاول بقى الدكتور طارق ونشوف حكايه السمنه دي، هل هي بتواجهه يعني كتير وبتضايقه وبيقدر يتعامل مع العيانين دول باي طريقه؟ طبعا من المعلوم حاليا للجميع ان السمنه دي تعتبر مرض. كانت زمان ما بيبصلهاش الناس على انها مرض. دلوقتي السمنه دي في حاجه اسمها سمنه وسمنه مفرطه، يعني في وزن مثالي، ثم في وزن فوق المثالي، ثم في سمنه، ثم في سمنه مفرطه. السمنه المفرطه دي تحتاج تدخل جراحي ولا شك في هذا. السمنه هي دي اللي ممكن نتكلم فيها في صوره وسائل عديده
ان احنا نجابهها بيها من اول كنترول الاكل يعني الرجيم بالمعنى الدارج لان احنا نعمل عمليات بسيطه من شفط. امتى تدخل جراح هنا دكتور طارق؟ زي اي معروف ان انا اتدخل جراحي لما يفشل الوسائل العاديه في الوصول للهدف بتاعي. يعني الاول انا ببتدي بوسائل بسيطه منها ان انا بحط له نظام غذائي للشخص استجاب للنظام الغذائي ومشي عليه وقدر يمشي عليه يبقى خير وبركه زي ما بيقولوا. ما قدرش استجيب للنظام الغذائي بحاول اتدخل بوسائل جراحيه حديثه منها حاجه للمعده زي البالون زي تدبيس المعده ومنها شفط الدهون ومنها عمليات شد البطن ومنها وهكذا. طب بالنسبه لشد البطن بقى دي اللي ايه كل الناس بيسال عليها يقول لك يعني ايه شد بطن؟ يعني هل بتجيب مثلا البطن وتروح شدها وتروح شددها وتجيب دبوسين يعني عايزين برضو نبسط العمليه في مثلا 3 4 جمل كده. شد البطن يعني ايه شد البطن؟ شد البطن دي عمليه ممتازه جدا وبنحتاجها دايما لاي واحد او واحده كان عندهم سمنه وقاموا برجيم قاسي فنتج عنها حاجه اسمها بطن بندوليه. بطن بندوليه الكل يعلم بندول الساعه بيبقى فيه كتله من الجلد والدهن واقع فهو دي البطن البندوليه وهو ده اللي يستدعي التدخل الجراحي في صوره شد البطن. شد البطن ببساطه ان انا بشيل الجلد والدهن المترهل الزياده عن الجسم. الصوره بتبقى موجوده ولا موجوده في مكانها وما بتشيلها؟ بس انا اعرف ان معظم الدكاتره بتشيل الصوره. لا ده اللي بيستسهل دلوقتي ده بنخليها طبعا. انت ممكن تعمل صوره ما في صوره اصلا بس برضه الطبيعي مفيش زيه يعني. احنا اتكلمنا طب بالنسبه للجراحه بقى بالنسبه للقلب دلوقتي في ناس يقول لك انا مش عايز جراحه خالص. ايه البدائل؟ ايه البدائل بالنسبه لواحد عنده مشكله في الشرايين التاجيه بتاعت القلب؟ سعادتك ذكرت ان قلت ان من ضمن الريسك فاكتور ان بيأثر على الشرايين التاجيه اللي هي الذبحه الصدريه بالعرض. طيب احنا امتى نقول العيان ده نعمل جراحه وامتى ندخل بالحاجات التانية اللي هي تساعدنا في علاج المريض؟ هو الحقيقه الحلول في هي 3 حلول لمرضى الشرايين التاجيه، يا اما العلاج الباطني يا اما العلاج التدخلي بالقسطره التشخيصيه يعني تركيب الدعامات وتوسيع بالبالونه وكده، يا اما الجراحه. اللي بيحدد كده الحقيقه برضو القسطره، يعني لازم المريض طالما جاله الام في صدره وده ثبت انه ده نتيجه قصور الشرايين التاجيه من رسم القلب مثلا او مسح الذري او رسم قلب المجهود لازم يعمل قسطره تشخيصيه الاول. القسطره التشخيصيه دي بتحدد مكان الضيق فين ونسبته قد ايه وفي كام شريان من القلب. لو الدكتور اللي بيعمل قسطره لقى انه الليجن ده ممكن انه يتعمل له توسيع او تركيب دعامات بيعمل كده. لو لقى انه في صعوبه في تركيب الدعامات بيحوله للجراحه بتعمل عمليات زرع الشرايين التاجيه اللي هي الباي باس. بالنسبه للباي باس بقى هنفتح صدر ولا نفتح البطن ولا نعمل ايه بالظبط؟ عايزين نبسط الامور يعني. دكاتره بس احنا يعني الناس برضو يعني بتحس ان الكلمات بتاعتنا صعبه عليهم اللي هي اللاتيني والانجليزي. عايزين نبسطها بقى يعني ايه عمليه قلب مفتوح؟ تمام. معنى كلمه قلب مفتوح ان انا بحول مجرى الدم من القلب لمكنه قلب صناعي بتقوم هي بضخ القلب للمريض وبتقوم كمان بدور الرئه اللي هي اكسده الدم واعطائه تاني للمريض. ده معنى القلب المفتوح. القلب بيبقى ساكن تماما والجراح بيشتغل عليه وهو ساكن وبعد ما يخلص العمليه بيبتدي تاني يرجع يحمل على القلب ويرجع تاني يقوم بوظائفه. ده معنى القلب المفتوح. قصه زراعه الشرايين التاجيه دي طبعا بتتم بفتحه في الصدر. الفتحه العاديه بتبقى فاتحه من يعني من بدايه الصدر في عظمه القص. بناخد بقى جلد طبعا عضلات وعضلات والعظم العظم يتقص عظمه القص بتتقص طبعا بمنشار معين. دي الطريقه اللي هي التقليديه. بيبان بقى القلب قدام الجراحين؟ بيبان طبعا نشوفه. بينبض ولا واقف ساكت لا ولا ايه؟ احنا لا بينبض في الاول وبعدين بنسكته بقى. بنسكته قد ايه بقى المده يعني عشان برضو الناس مده العمليه هو احنا بندي حاجات بتوقف القلب. في بقى مكنه خارجيه بقى عماله تدور الدم ده بتدور الدم وتاكسده وترجعه تاني. تمام. دي طريقه. في طريقه ان احنا نشتغل برضو على القلب وهو شغال. دي اسمها طريقه اللي هي طريقه القلب النابض او البيتنج هارت او الاوف بامب.
دي ما بنحتاجش خالص ان احنا ندخل المريضة على مكنة القلب الصناعي، بس بنستخدم نوع من زي حاجات بتثبت الجزء اللي احنا هنشتغل عليه من القلب. دي حاجات اسمها زي اسمه اوكتوبس، ده يعني جهاز كده بيركب على مباعد الصدر وبيثبت مكان بس الشغل. الحقيقة دي تقنية يعني عالية شوية، محتاجة سرعة وخبرة وصبر. الجزء ده بيبقى بقى الشرايين نفسها بتاعت القلب ولا الشرين. حاجات في الشرايين القلب؟ طيب ايه بقى مش الصمامات يعني؟ لا وضح انا فاهم. لا الصمامات ما ينفعش بطريقة القلب النبضي، لازم يكون القلب يعني محطوط على مكنة القلب الصناعي، وده يكون قلب مفتوح يعني مش القلب. كان في عيان اتصل ويقول انه جه زرع شرايين في القلب ولكن خدوها من رجله، وبعد 6 شهور او 8 شهور اتسدت واضطر يزرع تاني. تمام. هل في يعني في شرايين تانية في الجسم ممكن تتحط مكان شرايين القلب التاجية؟ طبعا هو اهم الشرايين اللي ممكن تتاخد من المريض تتحط على شرايين القلب هو الشريان الثدي. ده بيبقى ماشي جنب عظمة القصد، ده اهم شريان بناخده. وبناخد شريان اسمه شريان الثاني وريد، وبيبقى ممكن ناخد الشريان الماشي في ال... في ال... في الذراع اللي هو الراديال ارتري، وبناخد برضو الوريد اللي هو في الرجل اللي هو الصفر. والافضل الافضل هو المم الثدي اللي هو شريان الثدي. ده يعني احسن نتائج هي زرع الشريان الثدي على الشريان الامامي النازل في القلب. دي احسن نتائج يعني، انما نتائج الوريد بتبقى اقل شويه يعني. تمام. طيب احنا دلوقتي خلصنا وبدلنا الشريان وظبطنا العيان ورجعنا القلب ينبض تاني وابتدينا نقفل بقى الجرح بقى. قفلنا الجرح دكتور طارق، الجرح ده انا يعني انا احساسي انا ما اشتغلتش قلب وصدر، لكن انا حاسس ان هيقفل يعني هيكتف الدنيا ببعضيها كده وكلام. طبعا. ازاي جراحه التجميل